طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على الرسول الكريم. دلوقتي هنتكلم في الفيديو ده ان شاء الله تعالى عن حل مشكله السليكشن في اي فيرجن كاد. احنا بنشرح على كاد 2017. لو انت جيت سطبت اللي لسه مسطب برنامج الكاد، فهتلاقي ان انت عندك مشكله السليكشن. لو جيت من الكورنر اللي فوق كده يمين، هتلاقي ان في مشكله في السليكشن. هتلاقي ان السليكشن عامل بالشكل ده كده، مش هتعرف تختار حاجه معينه، وبالتالي الحل بتاع المشكله دي بيبقى نفس الحل في كل الفيرجنز. هتقول له او بي شورت كات بتاع اوبشن، او بتدوس رايت كليك وتقول له اوبشن. بعد كده بتروح على التابه بتاعت السليكشن. بعد كده بتقول له والله انا عندي امر ده كده، اللي هو الفور لاسو ده، التشيك بوكس بتاعه متفعل. بمجرد بس ما بتلغي التشيك بوكس بتاعه، وبتقول له لما تيجي تختار اختار لي على الاوبجكت يعني، وبتقول له ابلاي واوكي. مجرد ما جيت تدوس خير كده يا هندسه، خلاص ما بقاش في مشكله خالص، الوضع عندك بقى مظبوط. طبعا زي ما احنا عارفين ان الويندو من فوق يمين ده، اللي هو اللون اللي واخد لون اخضر ده كده، لمجرد بس ما لمست الخط او الاليمنت هو اختاره بالشكل ده كده. انما الويندو الزرقاء دي لو لمست الخط الاحمر، لو الناس واخده بالها، لازم بتعملوا سيليكشن الا لما يخش جوه الويندو بالكامل. ده الفرق بين الويندو الزرقاء والويندو الخضراء. لمجرد ما لمست الاليمنت بيختاره بالكامل، هنا لازم تخش جوه الاليمنت بالكامل عشان يختار حاجه بالشكل ده كده. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.